السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن موضوع مهم. الموضوع بتاع الفيديو ده إن شاء الله هيكون إندوكاردايتس. طيب هتقولي طب ما احنا في الفيديوهات بتاعت الروماتيك فيفر اللي فاتت اتكلمنا على الإندوكاردايتس، حتى قلنا دي من أخطر مشاكل الروماتيك فيفر، إن لما بتوصل طبعا قلنا في الهارت في أكيوت فيز وكرونيك فيز، واخطر حاجه بتحصل اللي هي مشاكل الاندوكارديوم، حتى قلنا الفالفولار اندوكارديوم اللي هي مشاكل الصمامات من الحاجات الخطيره جدا. هنرجع نشرحه تاني ليه. انا في الفيديو في الفيديوهات بتاع الروماتيك فيفر اتكلمت على الروماتيك اندوكارديتس او الاندوكارديتس اللي سببها روماتيك فيفر. هل في انواع اخرى من الاندوكارديتس؟ اه طبعا. طب تعال نعرف مع بعض كده ما معنى اندوكارديتس عموما. اندوكارديتس معناها انفلاميشن اوف اندوكارديوم، ماشي. طبعا ما حدش اسباب، انا بقول بس ايه عموما هي انفلاميشن فين في الاندوكارديوم. احنا يا جماعه جينا اتكلمنا على القلب قبل كده قلنا الاتي، بص ان القلب عباره عن طبقات، الطبقه الغلاف الخارجي بتاعه اللي هو البيريكارديوم، وبعدين المايوكارديوم اللي هي العضله بتاعته، وبعدين الطبقه اللي جوه خالص دي اسمها الاندوكارديوم، ماشي. والاندوكارديوم فيه على الجدران اسمه ميورال اندوكارديوم، وفي عامل الصمامات اسمه فالفولار اندوكارديوم. يبقى تمام كده، ده بالنسبه للايه؟ للاندوكارديوم والمايوكارديوم والبيريكارديوم. انا دلوقتي بتكلم على الاندوكارديوم بقى. اندوكاردايتس انفلاميشن فين؟ في الاندوكارديوم ده. طب ماشي. وبعدين فالاندوكاردايتس دي ممكن تكون حاجه من اتنين. يعني الاندوكارديوم الملتهب ده ممكن يكون فيه نوعين، ممكن يكون فيه اورجانيزم موجود في الالتهاب او هو المسبب للالتهاب ده، او ممكن التهاب نتيجة أي حاجة تانية غير أورجانيزم، يعني انفكتيف ونون انفكتيف. يعني ممكن تكون الاندوكاردايتس دي الاندوكاردايتس نتيجة أورجانيزم أو نتيجة حاجة تانية غير إيه؟ غير أورجانيزم. طب لو في أورجانيزم فانجس بكتيريا ولا بتاع، يبقى ده اسمه إيه؟ انفكتيف، في انفكشن حصل، ماشي تمام كده؟ طيب مفيش بكتيريا أو في فانجس مثلا أو أيا كان، مفيش أورجانيزم موجود وحصل التهاب في الإندوكارديوم، اسمها نون انفكتيف. فإحنا نقسم الإندوكارديتس دي نوعين، ممكن تكون انفكتيف إندوكارديتس ونون انفكتيف إندوكارديتس. طيب ماشي. طب تعالى على نبدأ الأول بإيه؟ بدي عشان دي ما فيهاش شرح كتير، هنتكلم بس عنها كده على كعناوين، يعني ايه اساسيا يعني. ايه النون انفكتيف اندوكاردايتس؟ ايه الحاجات اللي حصل فيها انفكشن او اسف حصل فيها انفلاميشن في الاندوكارديوم ومفيش اورجانيزم موجود؟ طيب اللي احنا بنسميها نون انفكتيف دي، تعال نشوف. واحد، ريوماتيك اندوكاردايتس. ريوماتيك اندوكاردايتس، هتقول لي ازاي روماتيك؟ مش روماتيك دي كان جروب ايه اوف بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي؟ ايوه، الجروب ايه بتاع البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي دي كانت موجوده فين؟ على التونسل، ماشي. وبعد ما اختفى الستريبتوكوكاي والانتجن بتاعها دخل في السيركوليشن، حصل بقى اللي هو الايه؟ الاوتو اميون ديزيز اللي حصل ده، وبدا ياثر على مين؟ على الايه؟ على الاندوكارديوم نفسه. يبقى هنا مفيش اورجانيزم، ماشي. ده الايه؟ الجهاز المناعي هو اللي بدا ايه؟ يعمل مشاكل فين؟ في المنطقه بتاعت مين؟ بتاعت الصمامات وبتاعت الاندوكارديوم دي. فالروماتيك اندوكارديتس دي نون بكتيريا، مفيش بكتيريا موجوده في قلب الايه؟ الليجن. ونرجع للفيديو اللي فات، ايه الاثباتات اللي تدل ان البكتيريا مش موجوده في قلب الايه؟ الليجن بتاع الروماتيك اندوكارديتس. ادي واحد. اتنين، ايه كمان؟ في نوع كده في النون بكتيريا اسمه اتيبيكال فيروكس اندوكاردايتس. ده بيحصل في بعض برضو الامراض المناعيه شبه الروماتيك كده، مرض بنسميه مرض الذئبه الحمراء او بيسموه سيستميك لوبس اريثيماتوزس، ماشي. ده بيسموه مرض مناعي كده، بيسموه مرض الذئبه الايه؟ الحمراء. ايه اللي بيحصل في المرض ده يا جماعه؟ طبعا ده مرض مناعي، مفيش بكتيريا موجوده هنا. قال لي ابدا، بيتكلم بيحصل التهابات فين؟ في الاندوكارديوم، وبيتكون على الصمام فيجيتيشن. يعني هنا في المرض ده خلي بالكم بيتكون فيجيتيشن، خلي بالكم من دي، في فيجيتيشن. وكان برضو هنا في فيجيتيشن لو تفتكروا، صح؟ ايه الحاجات اللي في القلب بيحصل فيها فيجيتيشنز؟ في روماتيك فيجيتيشنز، وفي الفيجيتيشنز بتاعت مين؟ بتاع الاتيبيكال فيروكس اندو ايه؟ كاردايتس. الفيجيتيشن هنا بتبقى عامله ازاي؟ بيقول لك وارتي لايك، يعني عامل زي الايه؟ زي الصوابع كده، بصوا فينجر لايك كده.
ماشي. فبيقول لك ايه وارت لايك اسمها كده وارت لايك فيجيتيشن فينجر لايك يعني تمام كده عشان كده في الروكس يعني فينجر لايك يعني فيجيتيشن تمام. بتيجي على الميترال فالف وممكن ليس كومون يعني بتيجي على الترايكاسبيد ايه فالف بس كومون اكتر بتيجي فينها على الميترال فالف اسمها الميترال يعني. طيب ادي بالنسبه للايه للمرض الثاني بيجي برضو المرض المناعي اسمه اتيبيكال فيروكس اندوكاردايتس ده نون انفكتيف وبيحصل في حالات مرض الذئبه الايه الحمراء. ثلاثه ايه تاني في حاجه اسمها نون بكتيريال ثرومبوتيك نون بكتيريال ثرومبوتيك اندوكاردايتس حتى بص اسمه نون بكتيريال او ساعات بيسموها مارانتك دي نتيجه مال نيوتريشن ماشي نتيجه مال ايه نيوتريشن دي في حاجه اسمها ديبيليتيتنج ديس اوردرز ماشي. وفي الامر وفي الحاجات اللي بتستهلك الايه الغذاء بتاع الجسم والايه والطاقه بتاعت مين بتاع الجسم زي السرطانات برضو تمام. ففي الحالات دي بيضعف الاندوكارديوم ماشي وبيحصل نوع من الالتهابات فين في الاندوكارديوم بيحصل التهابات ويتكون عليه زي ايه جلطات كده فاسمها ايه نون بكتيريال وبيكون في جلطات اسمها نون بكتيريال ايه ثرومبوتيك اندوكاردايتس ده برضو ايه ده نوع ثالث من النون ايه انفكتيف. النوع الرابع بيسموها اندوكاردايتس اوف كارسينويد سيندروم اللي بيحصل في المنظر ده مرض اسمه كارسينويد سيندروم قالك بيطلع كميه كبيره جدا منين من السيروتونين بس ان اكتيفيتد سيروتونين ماشي. طيب بالنسبه للكارسينويد سيندروم بتاثر على الان اكتيف سيروتونين ده بيأثر على الصمام بتاعت مين القلب بس كمان بيجي من الجسم عن طريق الدم عن الفينس بلاد فبيأثر على الرايت سايد اكتر يعني بياخد ايه لو نيجي نبص هنا كده بصوا المنظر عامل ازاي القلب عباره عن رايت سايد وليفت سايد مين اللي بياخد الدم من الجسم الرايت سايد فالدم اللي بيجي فيه السيروتونين ده جاي منين من الرايت سايد الاندوكاردايتس اللي مع الكارسينيت سندروم بتاثر اكتر فين على الرايت سايد بتاخد الميورال والفالفولار برضو ايه اندوكارديوم ماشي بتبقى يبقى لو على الرايت سايد يبقى مين اشهر صمام هيتاثر اللي هو الايه الترايكاسبيد ايه فالف. طب في بتاع السيستميك لوبس مين اكتر صمام اتاثر اللي هو مين الميترال ايه الميترال فالف. وبتوع الروماتيك كان برضو بتوع الليفت سايد اكتر منين من الرايت ايه سايد يعني الميترال هو اكتر صمام بيتاثر فين في الروماتيك اندوكارديتس. كل دي انواع نون بكتيريال طب او نون انفكتيف يبقى نون انفكتيف الروماتيك نون انفكتيف ده اوتو اميون ديزيز اتيبيكال فيروكس ده برضو اميونولوجيكال ديس اوردر نون بكتيريال ثرومبوتيك ده نقص ايه تغذيه ماشي واستهلاك طاقه الجسم زي السرطانات والمال نيوتريشن اندوكارديتس اوف كارسينويد سيندروم السبب هنا كارسينويد سيندروم مفيش اورجانيزم موجود فين في المرض ده يبقى الاربع انواع دول انفكتيف ولا نون انفكتيف نون انفكتيف بكتيريال اندو ايه كارديتس. طيب ماشي انفكتيف بقى هنا بقى في اورجانيزم عمل الايه الالتهاب بتاع الاندوكارديوم ده قال لي والله الانفكتيف دي ممكن تكون او الانفكشن سببه بكتيريا يبقى بكتيريا الاندوكارديتس او فانجل اندوكارديتس فطريات يبقى في عندي بكتيريا الاندوكارديتس وفانجل اندوكارديتس. طب البكتيريال دي ممكن يكون اكيوت ممكن سب اكيوت ممكن كرونيك يعني ممكن تكون اكيوت سب اكيوت بكتيريا اندوكارديتس او كرونيك. كرونيك زي مين كده زي التي بي التوبركلوزس طبعا ما جاتش سيرتها قبل كده في التي بي ماشي. الكلام بتاعي كله على مين على دول اللي هي الاكيوت والسب اكيوت بيسموا كده اكيوت بكتيريال اندوكارديتس وسب اكيوت بكتيريال اندوكارديتس مهمين جدا بقى الاثنين دول هو ده موضوعنا الرئيسي بقى النهارده ولا اكيوت بكتيريال والسب اكيوت بكتيريال اندو ايه كارديتس ماشي. يبقى لما اجي اقول لك اندوكارديتس عموما هنقسمها الاندوكارديتس انفكتيف نون انفكتيف فيها اورجانيزم ما فيهاش اورجانيزم. طب النون انفكتيف نتيجه مشاكل مناعيه روماتيك واتيبيكال فيروكس نتيجه مشاكل في طاقه الجسم والتغذيه بتاعته اللي هي نون بكتيريال ثرومبوتيك او مارانتيك نتيجه كارسينويد سيندروم اندوكارديتس اوف كارسينويد سيندروم. طب الانفكشن ممكن يكون بكتيريا او فانجس. طب البكتيريا اكيوت سب اكيوت وكرونيك عايز مين فيهم بقى هنا الاثنين دول اللي هي اكيوت بكتيريال اندوكارديتس والسب اكيوت بكتيريال اندو ايه كارديتس. وهنعمل بقى جدول كده نقارن فيه الاكيوت بالايه بالسب اكيوت ونشوف ايه المشكله بتاعتهم.
اكيوت بكتيريال اندوكارديتس، سب اكيوت بكتيريال اندوكارديتس. طيب اول حاجه اتكلم على الاورجانيزم، ماشي؟ طبعا هو بكتيريا صح، بقول لك بكتيريا، مش بقى بكتيريا وفيروس، انت بتقول لي بكتيريا يعني خلاص ما تعرفش بقى نهبل بقى، ماشي؟ اورجانيزم، ماشي. الاكيوت بكتيريا اندوكارديتس ستاف اوريوس، ستافيلوكوكس اوريوس. السب اكيوت بكتيريا اندوكارديتس اسمها ستريبتو كوكس فيريدنس، يعني بقول لك 95% منها بالستريبتوكوكس ايه فيريدنس، ماشي. طب والباقي في بقى حاجات اسمها ستاف البس بتاع مش مهم، بس بيقول لك ايه حتى ساعات بيسموا السب اكيوت ديت فيريدنس اندوكاردايتس. مين اللي بيعملها او مين اشهر حاجه بتعملها؟ ستريبتوكوكس ايه فيريدنس. طيب بيجي ازاي يعني؟ يعني ماشي، يعني البكتيريا بتيجي ازاي؟ المود اوف انفكشن، يعني ايه اللي يجيب ستاف اوريوس؟ معلش دي بكتيريا صح، احنا بنتكلم دلوقتي على اندوكارديوم ميورال بقى وفالفلور بتاع، ازاي البكتيريا العجيبه دي بتروح على الصمام؟ يعني توصل توصلت له ازاي يعني؟ ماشي، بص اكيد في مرحله بكتيريميا صح كده، في اسمع حاجه اسمها بكتيريميا، البكتيريا بتلف وزود توكسيك مانيفيستيشن في البلد وبتاع. منين برضو يعني البكتيريميا دي؟ البكتيريا جت منين؟ انا عايز اعرف المود اوف انفكشن. هنا المود اوف انفكشن، ماشي، بقول لك الايه الاكيوت بكتيريال فروم سيبتك فوكس، زي ايه؟ ابسس مثلا، واحد عنده خراج والبكتيريا جت من الابسس دخلت فين؟ دخلت في الدم، مش بيعمل ابسس ستاف اوريوس صح؟ ماشي. طب والصب اكيوت بكتيريال دي؟ طب دي مش ما بتعملش صديد اصلا، يعني ما فيهاش صديد، تيجي ازاي؟ بيقول لك بتخش الدم افتر توث اكستراكشن، يعني اصلا موجوده في الماوث، موجوده فين؟ في البق اصلا، بس بتخش عن طريقها افتر توث ايه اكستراكشن، دي افتر توث اكستراكشن، ماشي. ده المود اوف ايه؟ اوف انفكشن. هنا اصل انت بتقول لي انفكتيف صح، يبقى جت ازاي يعني الانفكشن ده وصل ازاي؟ انت حدد يعني. طيب ايه تاني؟ الفالف بيفور ليجن، يعني في الاكيوت بكتيريا اندوكارديتس الصمام كان عامل ازاي؟ حالته عامله ازاي؟ قال لك الستاف اوريوس عنيفه جدا، ماشي، الستاف اوريوس دي فيري سترونج او باورفول ايه بكتيريا، فبتروح على الصمام بتدمر الصمام السليم، ماشي، فالفالف بيفور ليجن بيبقى هيلثي سليم تماما، هيلثي فالف، ماشي. انما الستريبت فيريدنس دي ما تقدرش هتروح على الصمام سليم، مش كلام، هتعمل له ايه يعني؟ عشان في حاجه كتير ضعيفه اصلا معايا، يعني هي بكتيريا كل حاجه وفيها شويه ايه بتطلع مايل ديتوكسينز وبتاع، بس ما تدمرش الصمام ولا حاجه، يعني الصمام لو سليم ما بتعملش فيه حاجه خلاص. طب مال بتروح فين؟ قال لك بتروح على صمام مريض، مش كلام، يعني ما تقدرش كان نوت سيتل اون هيلثي فالف، لازم ايه؟ ها اون ديزيزد ايه فالف. فهنا لازم الصمام الفالف في الاتي، يا اما ريوماتيك فالف، ماشي، او فالف with congenital disorder، او prosthetic valve، يعني واحد مغير صمام معنى صحيح، valve صناعي، ماشي. عشان كده الناس اللي مغير صمام ولا بتاع ممكن يجيله ايه؟ صب اكيوت بكتيريا اندوكارديتس. واحد بعد خلع السنه لازم دكتور السنان الفاهم يسال المريض الاول بيخرج سنانه، انت عندك مشكله في القلب؟ فالمريض استغرب قوي، هو المريض يفتكر ايه؟ دايما الناس من العوام يعني يفتكر الموضوع يعني بخاف يعني وبتاع، ولما ايه هتخض القلب جرى حاجه يعني. لا 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 مش قصده كده، قصده عنده مشكله، عامل عمليه مثلا في القلب قبل كده، عندك حمى روماتيزميه ولا بتاع، ليه بيخاف ان يكون في ستريبت فيريدنس؟ تعمل له ايه؟ صب اكيوت بكتيريا الاندو ايه كارديتس، ماشي. فساعات العيانين ايه يضحكوا على الرؤيه، ما فيش حاجه ده كده، احنا يعني جامدين قوي يعني، هو بيقولش طبعا الدكتور يعني ما بيقولش كده، فالدكتور احتياطي يروح يديله الضحايا، ماشي، يخاف يقول لك يا عم ايه اديله الضحايا وراح دماغك، ماشي تمام. بس يعني المفروض لو ما عندوش مشكله في القلب هاخد الضحايا وليه؟ مش هيعمل حاجه يعني، اصل السبت فيريدنس هتلف في السيركوليشن، هتروح على القلب مش تعمل حاجه، هتروح على السبلين يكسرها وخلص الموضوع، ادي الموضوع كله يعني، ماشي. طيب ده بالنسبه لي. طب ايه تاني؟ ماشي،
الليجنز. ماشي بص معانا الليجن بيحصل كالاتي ان الفالف هنا بقى الفالف في ايه بص معانا كده الفالف بقى اديمتس كونجستد ماشي وفي حاجه اسمها فيجيتيشنز يعني الفالف بيحصل في ايه لما البكتيريا بتروح عليه اكيوت انفلاميشن مش ده اكيوت انفلاميشن كونجيشن إديمة وعليه فيجيتيشن عليها فيجيتيشن لازم اوصفها طب هنا الفالف شو بيكتشر اوف بريفيوس ديزيز يعني الفالف ما جدش عليه حاجه صح الفالف في ايه كونجينيتال ديفكت في مثلا ريتراكشن ولا في ستينوز ولا في اي مصيبه ماشي تمام زائد فيجيتيشن يعني السؤال بقى معلش ايه اللي جد في السب اكيوت الفالف اصلا كان مريض صح كده الفيجيتيشن بس وخلاص ماشي يعني اللي جد في السب اكيوت ان البكتيريا راحت على الصمام وعملت حاجه اسمها ايه فيجيتيشنز طب والاكيوت لا الاكيوت ده لا البكتيريا راحت على الصمام في اكيوت انفلاميشن وكونجيشن وبتاع بس الكون برضو عليه ايه الكون عليه فيجيتيشن فهمت المنظر فبكم حته كويس قوي طيب مايكروسكوبيكال الفيجيتيشن شكلها عامل ازاي قال لي والله لارج ماشي فرايبل يلوش هنا تبقى لارج وفرايبل براونش برضو اللون مش فرق على فكرة يعني هي لارج فرايبل لارج فرايبل مايكروسكوبيكالي الفيجيتيشن بليتلت وفايبرن صح مش قلنا الفيجيتيشن بيل ثرومباي فورم الاوفر كاردياك فالف فهي عباره عن بليتلتس وفايبرين بليتلتس وفايبرين وبكتيريا صح وبكتيريا بص في حاجه مهمه جدا ناقصه ايه هي بص هو هنا ده مش ده سابرتيف صح مش تفوريا دي سابرتيف بكتيريا يا اخوانا صح كده ودي ما فيهاش حاجه ما فيش سيبريشن مش كده يعني هنا في صديد هنا ما فيش صديد مش كده فقال لك هنا بص معايا منظر هنا بليتد فايبر وبكتيريا بليتد فايبر وبكتيريا دي فيجيتيشن صح كده بس هنا وذ بوليمورف وبصلز هنا نو بوليمورف اور بصلز المهم الفرق ده ماشي يعني في نفس الشكل فيجيتيشن بس فرق عندي المسفر شويه ده بني شويه مش فرق اللون ماشي بس قالك هنا الفيجيتيشن مع البكتيريا في بوليمورف صديد صح كده في بوليمورف نيوكل ليكوسايت ومعاه باسيلز هنا ما فيش لا بوليمورف ولا في ايه ولا في باسيلز خلاص مهم جدا الموضوع ده خلي بالكم الفروق دي ايه تاني طيب ده بالنسبه للمرض دلوقتي انت بتلاقي ايه بص معايا اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس يا رجل معايا كده ايه اللي بيعمل اكيوت ها ستاف اللي بيعمل ستاف اكيوت ستريبت ماشي اه طب بيجي ازاي الانفكشن الاكيوب بتيجي ازاي ها من سبتك فوكس يعني زي ايه مثلا زي ابسس ماشي مثلا ماشي واحد عنده خراج ولا بتاعه طلعت منه بكتيريا راحت على الايه على الصمام طب السب اكيوت افتر توث اكستراكشن هنا الفالف بيفور ليجن في الاكيوت سليم واحد افرض كان بايظ يبقى هيدمر الكلام بس بيقول لك في الغالبيه الناس اللي عندهم اكيوت الفالف كان قبل الاصابه ما فيش مشكله خالص سليم تمام هنا بيقول لك ان الفالف عشان البكتيريا تروح عليه لازم يكون مصاب مصاب ازاي ها بعند يا اما عنده روماتيزم روماتيك فالف او في كونجنتال ديس اوردر كونجنتال ستينوزس كونجنتال انكومبتنس اي حاجه ماشي او يعني بروستيك قلنا صمام صناعي ماشي طيب حاجه ثانيه الصمام في ايه هنا اكيوت انفلاميشن صح كده كونجيشن ايديما فيجيتيشن هنا الصمام في ايه شو بيكتشر اوف بريفيوس ديزيز اللي احنا قلناه فوق دول ماشي ومعاه جديد فيجيتيشن طب مايكروسكوبيك اشرح الفيجيتيشن لارج فرايبل يلوش لارج فرايبل براونش يلوش اللي فيه صديد مش كلام اللون الاصفر ده لون الايه الصديد يعني ماشي طب هي عباره عن بليتلت فايبرين بكتيريا وبوليمورف بليتلت فايبرين بكتيريا ما فيش بوليمورف ما فيش صديد هنا خلاص ايه الايفكت بتاعتها ايه المشاكل بتاعتها بقى بص معايا هنا كده يلا افكت اند كومبليكيشن
بص معايا، نبدا الاول بايه؟ بالسهله. سهله ليه؟ بتخلص بدري بدري. الاكيوت بكتيريال اندوكاردايتس بيقول لك في سيفير توكسيميا. ماشي، في سيفير ايه؟ توكسيميا. قال لك البكتيريا اصلا كده على الصمام مع الفيجيتيشن مع الالتهابات دي كلها بتعمل سيفير ايه؟ توكسيميا. ممكن تموت دي، ادي حاجه ممكن تموت. طب عدى منها ماشي. يقول لك امبوليك مانيفيستيشن، طب يطلع منها حاجه اسمها سيبتك امبولاي. فلما تيجي في الروماتيك مفيش امبوليك مانيفيستيشن، مفيش امبوليزم منها. ماشي يا اخوانا، نعم. هنا هو اصلا بيقول لك دي فرايبل كبيره وفرايبل كمان، يعني اتفتت بسهوله. كده كده لازم يبقى فيه امبوليك مانيفيستيشن. خلي بالك من دي كويس جدا. ماشي، اقول لك يا ابني قارن لي بين الفيجيتيشن الروماتيك فيجيتيشن والفيجيتيشن بتاع البكتيريا اندوكاردايتس. ماشي، اهم فرق البكتيريا. هنا في مفيش بكتيريا في الروماتيك، في بكتيريا فين؟ في البكتيريا الاندوكاردايتس. الفرق الثاني بتاع الروماتيك فيرمو ادهيرنت، دي لارج فرايبل، يعني دي مش تعمل امبوليك مانيفيستيشن، دي تعمل امبوليك. يقول لك امال ايه مشكله الروماتيك بقى؟ قول له مشكله الروماتيك في الهيلنج بتاعها بفايبروز. قول مشكله الروماتيك الهيلنج بالايه؟ بالفايبروز. دي المشكله الوحيده اللي فيه. لا، مشكله البكتيريال الامبوليزم اللي بتحصل دي، ده يعني فايبروز ايه ده؟ يعني يا ريت يبقى فايبروز بس. لا، مشكله تحصل ايه؟ امبوليك كومبليكيشن. خلاص، طيب هنا بريتلت وفايبرين وبكتيريا قلنا. هنا طب سيبتك امبولاي تعمل ايه؟ يعني في بايوجينيك بكتيريا في الامبولاس، ها بايميا. مش هقول اخوانا تعمل مين؟ ها بايميا. حتى لو تفتكروا لو فيكم ذاكر بايميا، يعني من ضمن اسباب بايميا اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. ماشي، طيب ايه تاني؟ بيرفوريشن اند رابشر اوف كاسب ماشي، ويحصل sudden incompetence ماشي، ودي fatal. يا نهار ابيض، يعني بص الصمام كان بيفتح يقفل يفتح ويقفل، صح كده؟ ماشي، كان لحد المرحله دي كان بيفتح ويقفل. هنا بقى يحصل ايه؟ الصمام هيفرقع، ما عادش في صمام اساسا. القلب بدل ما يضخ الدم في الاورطه ضخه فين؟ في الاتريوم فوق، هيموت، هيموت في ساعتها. ماشي، تمام كده. يبقى العيان بتاع الاكيوت ده بيموت بكذا طريقه، الثلاث طرق، يا اما بالتوكسيميا، ها ادي اول مرحله لو الموضوع لسه في اوله، يعني سيفير توكسيميا. المرحله الثانيه بالبايميا، الامبولاي الفيجيتيشن دي فيها سيبتك، فيها بكتيريا بايوجينيك وبتاع، تطلع ايه؟ تعمل خريج في الجسم كله. ماشي، عدى منها ما حصلتش، خش على اللي بعدها. الصمام نفسه من السيفير انفلاميشن والكونديشن بتاعه يروح ايه؟ مرابشر. خلاص ماشي، طب مرابشر هيحصل ايه؟ صادق انكومبتنس ديث، بيموت في ساعتها. ماشي، يعني المرض ده مرض قاتل يا اخوانا. طب السب اكيوت، قالك نفس الفكره، في توكسيك مانيفيستيشن، في امبوليك مانيفيستيشن، وفي حاجات على الصمام. ماشي، بس هناك ايه؟ اقل عنفا شويه. ماشي، يعني انا بص معايا كده، في السب اكيوت بقى في توكسيك مانيفيستيشن، ما بكتيريا برضو موجوده، صح كده؟ توكسيك ايه؟ ها مانيفيستيشن، وبرضو في امبوليك مانيفيستيشن، وفي فالفرار او كاردياك كومبليكيشن. نفس الفكره، صح كده؟ بس اكيد حاجات اقل عنفا، يعني مش كلام، وحاجات اللي هي ايه؟ لونج تايم، مش كلام، او سلولي بروجريسيف ايه؟ كومبليكيشن. خلاص كده، بس هنا كانت توكسيك كومبليكيشن مميته، صح؟ سيفير توكسيميا، مفيش هزار هنا. مش هقول الليفر، ما هو سيفير توكسيميا بقى، وفات تشنج في الليفر، وفات تشنج في المايوكارديوم، توكسيك مايوكارديوم، بهدل الدنيا كلها. ماشي، امبوليك مانيفيستيشن، عندك سيبتيك امبولاي وبايميا، ما بيهزرش برضه هنا، تمام كده، تموت. طب كاردياك كومبليكيشن، بيرفوريشن اوف ايه؟ اوف كاسب، الكاسب نفسه فرقع خلاص وده هيموت. يعني الكومبليكيشن دي بتاع الاكيوت ما فيهاش هزار خالص، حاجات كلها موت. هنا بقى نتكلم شويه. بص يا سيدي، كاردياك كومبليكيشن في السب اكيوت تعمل ايه؟ قال لك الفيجيتيشن دي لو فضلت في مكانها ما اتحركتش يا عم الحاج، هيحصل ايه؟ يحصل لها اورجانيزيشن وهيلينج باي ايه؟ باي فايبروز. يحصل هيلينج باي فايبروز، وبرضه يؤدي الى ستينوزس او انكومبتنس، او فاكرينها الدبل ليجن. وبعدين اكتب الصوم اصلا كان بايظ، يا سيدي نزوده بوظاه، مش كده؟ هي مشكله يعني. ماشي، يعني كان روماتيك فالف وفي ستينوزس، صح؟ زودها. كان روماتيك فالف وفي انكومبتنس، زوده، ماشي كلام. ايه الخير؟ جت الخير خيرين. طب لو كان مركب صمام بوظه كمان، خليه يتنال ب 60 نيله، فلوس العمليه تروح عليه. ماشي،
دي اسمها سب اكيوت بكتيريال ايه اندوكارديتس. انت نظر عامل ازاي؟ يعني بتزود طين بله بمعنى صح يعني، فايبروز بتزيد. اخر بص معايا اسمع بقى كده، الكوز اوف فالف ستينوزس اند انكومبتنس هما اتنين ملهمش حل، روماتيك وسب اكيوت بكتيريال اندوكارديتس. ماشي احفظ كده معايا كده في الحته دي برضو، زودوها عندكم في الفالفولار ليجنز. في حاجتين، في حاجه اسمها ستينوزس وفي حاجه اسمها انكومبتنس. ماشي ستينوز او انكومبتنس، ماشي الموست كومون كوز والسكند موست كومون كوز ورير. ايه بقى الموست كومون كوز، السكند موست كومون كوز، والنادر؟ قال لك الموست كومون كوز روماتيك. تبصوا كل الصمات مش عارف مايترال ستينوزس السبب روماتيك، مايترال انكومت السبب روماتيك، مش كلام. الفيرست موست كومون كوز هو مين؟ ها روماتيك فيفر روماتيك. طب والتاني ايه؟ دي السب اكيوت، مش كلام معايا. التالت الردة كونجينيتال. ماشي في اذر كوزز على حسب الصمات بقى، مش عارف سيفلس ممكن، مش عارف ده، فهمت قصدي ايه؟ بس هم دول ايه الشله كده على بعضها. اشهر سبب مين؟ ها روماتيك. تاني اشهر سبب ها سب اكيوت، رير كونجيت. بص 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 بين ده وده ممكن تلاقي حاجه ثانيه. ماشي بس سيفلس في النص يعني، مش عارف اقول لك اولد ايج كالسيفيك اورتيك ستينوزس. بس انا قصدي ايه؟ مين اكثر حاجه ندره؟ اللي هي مين؟ ها الكونجينيتال. طب وبين الكونجينيتال والسكند موست كومون كوز الحاجه الثانيه بقى، ماشي مش اقول لك سيفلس، اي حاجه ثانيه في النص. توكسيك مانيفستيشن، قال لك هنا بقى ايه؟ لو جريد توكسيميا يعني مش عاليه قوي، صح كده؟ فممكن تلاقي سخونيه فيفر، ماشي ممكن تلاقي عنده حاجه اسمها بتيكيال هيمرج. ايه البتيكيال هيمرج ده؟ من التوكسيميا يعني، ممكن إيه شويه نزيف في الكابيلرز كده موجود. في حاجه اسمها سبلنتر هيمرج، ماشي ممكن تلاقي عنده سبلينوميجالي. ليه سبلينوميجالي يا اخوانا؟ حد عارف ليه؟ ليه اللي عنده يبقى عنده سبلينوميجالي؟ اشمعنى يعني؟ عشان البكتيريا، صح؟ مش في بكتيريا في الدم وبتاع، صح؟ فتلاقي السبلين ايه بيحصل له زي هايبربليزيا كده عشان يخلص على الايه؟ على البكتيريا الموجوده دي. اصل البكتيريا بتروح على الصمام ويحصل لها بروليفريشن، ماشي؟ فلما بتخرج الامبولاي ديت مليانه بكتيريا، فالسبلين يحصل له ايه؟ زي بروليفريشن كده عشان ايه؟ يتغلب على الايه؟ البكتيريا الموجوده يعني. ايه سبلنتر هيمورج ده؟ اللي هو ده، بصوا الحته دي. ايه المنظر ده؟ بصوا تلاقي الضوافر تحتها كده ايه؟ في لينير هيمورج كده صغير كده، ماشي؟ خطوط كده من زيف صغيره كده، ماشي؟ نتيجه الايه؟ التوكسيميا يعني. ده اسمها سبلنتر هيمورج. اسمه قلنا ايه؟ ها سبلنتر. عارفين يعني ايه كلمه السبلنتر دي؟ عارفين الخشبه لما تخش في ضفر واحده ولا بتاع طويله كده، صح؟ فبتسيب خط مكانها لما تيجي تشيلها، هو ده قصده كده يعني. في بقى نزيف واخد الشكل ده لينير هيمورج كده اندر الايه؟ النيل. حاجه ثانيه مهمه قوي برده في التوكسيك مانيفستيشن اسمها كلابنج اوف فينجرز، مهمه قوي دي. اسمها ايه؟ كلابنج اوف فينجر. مهمه قوي بتاع دي. ايه كلابنج اوف فينجر دي؟ كلمه كلابنج اوف فينجرز معناها بص هايبر بليزيا اوف كونكتيف تيشو ان نيل بيد. ماشي بتلاقي ان الفينجر الاند of fingers ماشي as drum stick. اذا بص هنا اعمل كده بالشكل ده، ده اسمه clubbing of finger. بتعمل ازاي؟ بص الضفر عامل ازاي يا اخوانا هنا اهو كده، بتلاقي الكونكتيف تيشو في النيل بيد حصل له ايه؟ بروليفريشن كده. فتلاقي الضفر بعمل كده، بص منظره من الجنب الضفر النورمال كده اهو، الضفر صح كده بعمل كده، مظهر ازاي؟ الكونكتيف تيشو الموجود فين؟ في النيل بيد، حصل له ها بروليفريشن فعمل ايه المنظر ده؟ نتيجه الكرونيك توكسيميا. بيسموا المنظر ده ايه؟ كلابنج اوف فينجرز. بس مش دي بس، اي الامراض عامه اللي فيها كرونيك توكسيميا بتعمل المنظر ده يعني. في امراض في الرئه، في حاجات دي كده بتعمل برضو الايه؟ المنظر ده، ماشي؟ ده اسمه كلابنج اوف ايه؟ اوف فينجرز. خلاص؟ طيب. ساعات بيسموه دراماستيك ابييرنس، او ساعات بيسموه الاسم ده باروت بيك.
appearance. عارفين دي معناها ايه؟ عارفين منقار البغبغان المنقار بتاعه القبه بتاعته اسمها ايه؟ باروت بيك. ايه اسمها؟ باروت بيك appearance اسمها كده. خلاص طيب. يعني لو جالك في كيس مثلا وقالك واحد عنده الصابع بتاعته النيل giving a parrot beak appearance او drumstick appearance. ايه drumstick؟ الطبله بتاع العصايه بتاع الطبله عامله كده صح كده؟ في عصايه الطبله اسمها drumstick تمام. او parrot beak يبقى ده اسمه ايه؟ ده clubbing. ده chronic toxemia. دي حالات ايه؟ chronic toxemia اسمها drumstick. طيب ايه تاني؟ بص نرجع هنا. امبوليك مانيفيستيشن. سؤال بقى، سؤال يا اخواننا، الامبولاي اللي طلع هنا دلوقتي كان فيه فيجيتيشن فيها بكتيريا بالمنظر. خلاص البكتيريا دي بايوجينيك؟ رد عليا. هل البكتيريا دي بتعمل صديد الستريبتوكوكس فيردنس؟ قال لك لا. طب لو طلعت امبولاي مليانه ستريبتوكوكس فيردنس هتعمل ايه؟ هتعمل بايميا؟ رد عليا. يعني هل هي سيبتك امبولاي؟ ما هو لو قلت سيبتك امبولاي يبقى في بايميا صح كده. لو قلت اسيبتك امبولاي يعني ما فيهاش بكتيريا. ما انت كده محتار دلوقتي في حاجه. دلوقتي الامبولاي اللي طالعه من السب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس دي فيها بكتيريا صح كده؟ دي فيها ايه؟ بكتيريا بس مش بايوجينيك بكتيريا. طب لو انا قلت ان هيحصل سيبتك امبولاي يبقى طالما قلت سيبتك امبولاي تساوي بايميا ملهاش حل تاني صح كده؟ يعني دي بايوجينيك بكتيريا وبتاع. لو قلت اسيبتك امبولاي يعني ما فيهاش بكتيريا. طب والحل؟ قال لك خلاص يعني اسمها لو جريد انفكتيف امبولاي كده. انا كنت زعلان ليه؟ لا سيبتك ولا اسيبتك، ده هي انفكتيف بس اوف لو جريد انفكتيفيتي. ماشي كلام؟ اسمها ايه تاني؟ ها لو جريد انفكتيف امبولاي اسمها كده. فيحصل امبوليك مانيفيستيشن. دول ايه بقى؟ لو جريد انفكتيف امبولاي تعمل ايه بقى؟ بص معايا كده. بص قال لك والله ايه هتروح على البلاد فيسل تسدها صح كده؟ معايا؟ هتسد البلاد ايه فيسلز وبعدين هتعمل انفاركشن ولا تعمل بايميا؟ لا هي مش هتعمل بايميا، هي هتعمل بس ها انفاركشن صح كده؟ تعمل انفاركشن، تعمل اوكلوجن بلاد فيسلز وانفاركشن. على حسب بقى سيريبرال سبلينك مايوكارديال انفاركشن اي حاجه بقى ماشي كده. طيب ادي حاجه اتنين. تعمل حاجه اسمها فاسكولايتس. يعني ايه فاسكولايتس؟ قال لك والله لما تروح على فيري سمول فيسل طبعا البكتيريا موجوده صح كده، تعمل التهابات في جدران الايه الفيسل دي ماشي، وبيعمل حاجه اسمها الاوسلرز نود ماشي، وحاجه اسمها روث سبوت. اوسلر نود دي في السكن، روث سبوت دي في الريتنا. ايه ده؟ قالك الفاسكولايتس دي تعمل ايه؟ بص معايا. يعني بتروح على الفيري سمول فيسز الكابيلاريز، يعني قصدي يعني بيحصل انفلاميشن في الكابيلاريز ماشي، ويحصل زي ايه؟ ماينوت بليدنج في المنطقه بتاعت الكابيلاريز دي، مع تكوين زي انفلاماتوري اكشن كده في المنطقه دي، ممكن في الريتنا بتاع العين، ويعمل حاجه كده ايه؟ تبص بالاوفثالموسكوب تلاقي بقعه كده محمره كده في قلب الايه؟ العين، دارك سبوت كده بيسموها روث ايه؟ روث سبوت. او اصلا نود في الجلد نفسه، يعني تيجي تبص على الجلد يبقى عامل كده، موجود في البلب بتاع الفينجر والايه والهاند بالشكل ده. بصوا عامل ازاي، شوف المنظر، تلاقي بقعه كده ايه لونها بني كده في البالم او في البلب بتاع الفينجر في السود. اسمها ايه؟ اسمها اوسترز ايه، كل كعه كده موجوده في قلب الايه، في قلب السكن كده. دي عباره قال لك نتيجه التهابات في الاوعيه الايه الدمويه، مش نزيف، هو التهاب في الوعاء الدم وعمل زي انفلاماتوري اكشن ماشي مع شويه دم وبتاع، فعمل الايه الكل كعه الموجوده دي. الفرق بينهم وبين السبلنتر هيمرج؟ لا السبلنتر هيمرج ده كان نزيف تحت الضفر نفسه صح كده، اندر النيل ايه بيد. ايه تاني؟ قال لك مع الحاجات دي بقى كلها في كمان يعني قلنا دلوقتي اوكلوجن اوف فيسلز فاسكولات، في حاجه اسمها مايكوتيك انيوريزم. ما معنى كلمه انيوريزم؟ حد فاكر الكلمه دي؟ يعني ايه انيوريزم؟ دايلاتيشن فين؟ ها في بلاد فيسل. بص معايا اللي حصل ايه دلوقتي، البلاد فيسل عامل كده اهو يا اخوانا. الفيسل ليه انتما وفي حاجه اسمها ميديا وادفنتيشيا صح، والادفنتيشيا فيها حاجه اسمها الفازا فازورم مش كده؟ دي معايا. فايه اللي يحصل؟ قال لك فيري سمول امبولاي من اللو جريد انفكتيف دي بتروح على الوول بتاع البلاد فيسل هنا كده وتعمل انفلاميشن. فين؟ في الوول بتاع الفيسل.
بيحصل انفلاميشن في الميديا والادفنتيشيا، الميديا والادفنتيشيا، الميديا والادفنتيشيا، وهيلينج باي فايبروز. ماشي معايا؟ وبعد فتره هيحصل المنظر ده، تلاقي الفيسل بقى عامل كده. بص المنظر ايه ده؟ حصل انيوريزم صح؟ ليه؟ حصل ويكنس في الول بتاع مين؟ بتاع البلد فيسل، وعمل حاجه اسمها ايه؟ مايكوتيك ايه؟ مايكوتيك انيوريزم. ايه سبب مايكوتيك انيوريزم؟ قال لك لو جريد انفكتيف امبولاي بتروح على جدران البلد ايه؟ فيسل نفسه، على الفازوفازورم بتاعته، وتعمل انفلاميشن في الول بتاع مين؟ بتاع البلد فيسل، هيل باي فايبروزس، عمل ضعف في جدران الفيسل وعمل انيوريزم دي. ماشي؟ بنسميها الحاله دي ها مايكوتيك ايه؟ مايكوتيك انيوريزم. ماشي؟ ده بالنسبه للكومبليكيشن، يعني السب اكيوت ديت ليها شويه كومبليكيشن مرعبه. ماشي؟ بس طبعا يعني ايه مع كل ده مش مميت، يعني ايه ما موتتش حد لسه، يعني توكسيك كومبليكيشن، فيفر، بتيكل هيموريدز، سبلنتر هيموريدز، سبلينوميجالي، كلابنج اوف فينجرز، امبوليك مانيفيستاشن. الامبولاي دي تقفل الفيسل تعمل انفاركشن لو كبيره شويه، او انفلاميشن في الكابيلاريز تعمل حاجه اسمها فاسكولايتس، اوسلر نود وروث سبوت بتاع الريتنا، او مايكوتيك انيوريزم تعمل ايه؟ بتروح على الفازوفازورم بتاع البلد فيسل، هيل باي فايبروزس، وبتعمل الانيوريزم اللي احنا شفنا دي اسمها مايكوتيك ايه؟ انيوريزم. او كاردياك كومبليكيشن، دي مهمه جدا جدا جدا، الفيجيتيشن ما اتحركتش يا عم مكانها، هيلينج باي ايه؟ باي فايبروزس او اورجانيزيشن، وتزود الطين بله زي ما نقول، تعمل ايه؟ ستينوز او تعمل انكومبتنس. طب في الاكيوت حصل الكلام ده؟ كلام يا عم، اصل الكلام ده عشان يحصل في سنين، ماشي؟ عشان يحصل كلابنج اوف فينجرز والكلام ده كله بيقعد سنين. انما المنظر الثاني صديد وبتاع الصمام، سيفير توكسيميا يموت، امبوليك مانيفيستيشن قايم يموت، الصمام يفرقع هيموت، ماشي؟ فتلاحظ ان كل الكومبليكيشن بتاعه الاكيوت عنيفه جدا وسريعه، صح كده؟ ماشي؟ يعني حتى بيقول لك هنا ايه الكورس بتاع ديزيز، برضو نخلي بالنا من دي، برضو هنا نزودها في الجدول، برضو عندنا الكورس هنا رابيد اند بروجريسيف كورس، هنا سلو كورس، ماشي؟ ليس بروجريسيف، يعني هنا ايه رابيد وبروجريسيف بتاع الاكيوت، صح كده؟ عنيف جدا، في خلال شهر يكون موته، انا بقى بيقعد سنين، يعني ممكن عين عايش بيها سنين، ممكن بيها سنين، يعني اللي هي سب اكيوت بكتيريال اندو ايه كارديتس دي. طيب حد عنده اي مشكله في البتاع ده؟ فهمتوا الجدول عامل ازاي؟ تخيل ده مرجع في امتحان والله، قارن بين الاكيوت والسب اكيوت، قارن بين الاكيوت والايه والسب اكيوت بكتيريال اندو كارديتس. الفرق الوحيد في الفيجيتيشن، انا عايز فرقين في الفيجيتيشن، الفرقين اللي موجود في الفيجيتيشن، في فرقين، البكتيريا نوعها ايه والبوليمورف. يعني في الاكيوت بيوجينيك بكتيريا صح، ومعاها بوليمورف وباسلز، هنا ستريت كوكس فيردنس نون بيوجينيك صح كده، ومعاها لا في باسلز ولا في بوليمورف. فهمتم؟ دي الفرقين مشهورين جدا، انما في بليتلت وفايبرين، ما كلمه فيجيتيشن يعني بليتلت وايه وفايبرين. فهمتم؟ ده مهم جدا الموضوع ده، الفرق بين الاكيوت والسب اكيوت بكتيريال اندوكاردس.